بعد المدمرة، توقع بزلزال في 3 دول عربية بينهما العراق. وشرطة البصرة تعلن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال. ورئيس الجمهورية قانون النفط والغاز سيشرع قريبا. والكشف عن حصيلة ضحايا العراقيين في زلزال تركيا. والبدراني يعلن إعادة آثار عراقية من بريطانيا قريبا وإقامة احتفال رسمي. متابعي قناتنا الكرام، يرجى دعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونوافدكم بكل خبر جديد وحصري. الخبر الأول: ظهور العالم والباحث الهولندي الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوع فجر الاثنين الماضي. في فيديو بث الجمعة على يوتيوب تنبأ فيه بحدوث هزة أرضية قوية. وتنبأ الباحث الهولندي فرانك 55 عاما في فيديو بثه الجمعة عبر يوتيوب بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان. وقال فرانك إن ذروة القمر البدر في 19 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير، وإن عدد من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا. وأضاف أن نشاطا زلزاليا سيظهر في الخريطة بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر حيث العراق وإيران. أما عن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان فقال نعم، لأن هذا المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كان ستحدث الأسبوع المقبل أو في 5 أو 10 سنوات المقبلة. الخبر التالي: أعلنت قيادة الشرطة البصرة السبت عن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال. وقالت القيادة في بيان: تمكنت مفارز مركز شرطة نظران من إلقاء القبض على عصابة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة البصرة بإيهامهم بإصدار بطاقة كي كارد مقابل مبالغ مالية. وأضافت أن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن إمكانية تواجدهم على الفور. تم تشكيل فريق عمل لمتابعتهم، وبعد التحري وجمع المعلومات تمت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما عدد من البطاقة المزورة. الخبر التالي: شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أمس الجمعة على وجوب الإسراع بتشريع موازنة 2023 لتطبيق مضامين البرنامج الوزاري، لافتا إلى أن قانون النفط والغاز سيجرى في وقت قريب وسيكون مقدما لاتفاق بين بغداد وأربيل. وقال رئيس الجمهورية في مقابلة أن كارثة الزلزال كبيرة، مبينا أن العراق تفاعل مع المواساة وهو مستمر بتقديم الدعم الإنساني للشعبين السوري والتركي. وبشأن الوضع السياسي في البلاد، أوضح رشيد أن الانتخابات الأخيرة في العراق عمقت مفهومي الأمن والسلام وجرت بقبول دولي وأقليمي، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا ونهجا مشتركا بين القوى السياسية وأجواء إيجابية، والمجتمع الدولي يهمه استقرار العراق لدورة الاقتصاد وفرصة الاستثمار الكبير. وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك ترحيبا عربيا بدور العراق المحوري في المنطقة، والإرهاب انتهى ونحتاج لدعم أقليمي ودولي لمشروع العراق السياسي والأمني، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الوزاري لاقى ترحيبا دوليا وفقا لما وجد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الخارجية. الخبر التالي: أعلن القائم بالأعمال العراقية في أنقرة السبت عن حصيلة الضحايا العراقيين في زلزال تركيا. ونقل التلفزيون الرسمي عن خليل إبراهيم قوله أن 7 عراقيين تأكدوا وفاتهم في زلزال تركيا، وأضاف أن هناك 8 آخرين لا نعرف مصيرهم. وارتفع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا يوم الاثنين الماضي إلى أكثر من 24,000 قتيلا، فقد تجاوز عدد الوفيات في تركيا 20,000، بينما ارتفع العدد في سوريا إلى أكثر من 3,500 وفيات. الخبر التالي: كشف وزير الثقافة والسياسة والآثار أحمد فكاك البدراني اليوم السبت عن خطة لإعادة إحياء المهرجانات والفعاليات الأدبية والفنية والثقافية.
معلنا كذلك قرب إعادة آثار عراقية من بريطانيا وإقامة احتفال رسمي. وقال البدراني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: أعددنا خطة كثيرة في مجال الثقافة والسياحة والآثار، وسننطلق قريبا من المحافظات القريبة لإعادة إحياء المهرجانات الأدبية وما توقف من نشاطات فنية ومسرحية وسينمائية، ونحتفي بالرواد. وأضاف: في مجال السياحة سنقوم بزيارة ميدانية لجميع المرافق السياحية والآثرية بغية الوقوف على احتياجاتها لإعادة إحيائها وترميمها. وتابع: أما فيما يتعلق بملف الآثار فأننا حريصين على حماية وصيانة هذا الإرث الذي يشكل هوية العراق، وقريبا ستكون لنا زيارة إلى بريطانيا لإعادة آثار عراقية هناك، وستقام احتفالية رسمية على أرض الوطن بعد إرجاعها. وإلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم، ونتمنى منكم دعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا على المتابعة، ونسأل الله يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.